بالرقم القياسي في الشامبيونز ليج بتسع ألقاب إلى لقبه العاشر، يبحث عن لقبه رقم 19 في الكأس أمام برشلونة وبعد أن فاز بهدف رونالدو وقت إضافي في المستايا في 2011، ويبحث أيضا عن لقب الدوري لقب الليجا اللي عنده 32 لقب كان آخرهم في عام 2012. أدي أمامنا هنا سي آر 7 كريستيانو رونالدو غار اتجاهه، هوبا جول هوبا جول رونالدو 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 رونالدو، الهدف رقم 27 لكريستيانو رونالدو، الكرة ترتطم في الحائط البشري، تغير اتجاهها.